نعم نبيل، يعني ربما نبدأ من الجزئية التي كنت تتحدث عنها والتي تشرحها الصور بشكل أوفر، هي إغلاق المنطقة العاشرة أو الدائرة العاشرة في باريس، بعد أن تحدث وزير الداخلية الفرنسي أمام الصحافة وشرح بعض المعلومات المتوفرة عن حادث إطلاق النار ظهر هذا اليوم في الدائرة العاشرة. فور انتهائه بدأت أعمال شغب، وكان هناك تجمع لعدد من الأشخاص يرجح بأنهم من الجالية الكردية في باريس، خاصة وأن عملية إطلاق النار اليوم تمت بالقرب أو تحديدا أمام المركز الثقافي الكردستاني في الدائرة العاشرة. المعلومات الأولية طبعا عن مطلق النار بأنه فرنسي الجنسية حسب ما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، وقال بأنه يبلغ من العمر 69 عاما. هذا الرجل معروف لدى الأمن الفرنسي، حيث تم اعتقاله العام الماضي عام 2021 لأسباب عنصرية، كان قد قام بأعمال عنف وتخريب في الدائرة 12 في حديقة يوجد فيها عدد من المهاجرين غير الشرعيين. تقول السلطات الفرنسية بأنه اعتقل بسبب ذلك وأطلق سراحه منذ أيام فقط في 12 من الشهر الجاري. نبيل، تم إطلاق سراح هذا الرجل وقام فورا بعدها بهذا العمل الهجومي الذي أوقع 3 قتلى. تتحفظ الشرطة الفرنسية على التعريف بهم، هل هم رجال أم نساء، هل هم أكراد أم جنسيات أخرى، لا نعرف في الحقيقة حتى هوية الذي قام بإطلاق النار، لا نعرف عنه شيء سوى أنه فرنسي وأنه يبلغ من العمر 69 عاما. التحليلات تشير خاصة في الإعلام الفرنسي والمتابعة لهذا الحادث بأن الرجل ينتمي إلى اليمين المتطرف، وربما هناك دوافع عنصرية وراء إطلاق النار في هذا الحادث، ولكن لا وجود لمؤشرات ترتبط بشكل أو بآخر بدوافع إرهابية. الصورة بشكل عام هي أن الرجل عند اعتقاله أصيب في وجهه بجروح بالغة، على إثرها تم إسعافه إلى المشفى حيث يتلقى العلاج لكي يكون فيما بعد قادر على بدء عملية التحقيق والإدلاء بإفادته أمام الشرطة الفرنسية. ويبدو بأنها يعني عملية معقدة نوعا ما، لأنه منذ ظهر هذا اليوم نبيل لم يتم الإفصاح مطلقا عن هوية هذا الرجل أو عن تفاصيل إضافية. الإعلام يقول بأنه معروف لدى الشرطة، إذن لماذا تتحفظ الشرطة على معلومات تخص هذا الرجل مطلق النار أو أيضا على من يعني وقعوا ضحايا سواء الجرحى أو القتلى أيضا. الملفت أيضا بأن وزير الداخلية طالب بشكل مباشر بإجراء تحصيلات أمنية ونشر رجال أمن على المراكز الكردية أو مواقع يعني تتواجد فيها أي تمثيل للجالية الكردية. الصور التي تظهر الآن نبيل هي أعمال شغب وهتافات بحسب بعض الصحافة المتواجدة في المنطقة، وهي قليلة لأنه هناك يعني إجراءات أمنية مشددة ويصعب الذهاب في الحقيقة إلى هناك. المنطقة مغلقة تماما والشرطة تمنع الدخول إلى تلك المنطقة. يعني هناك معلومات بأنه يعني عدد من الأكراد قاموا بأعمال شغب في تلك المنطقة ورددوا بحسب كما ذكرت يعني بعض الصحفيين شعارات معادية لتركيا، وهذا الأمر يطرح تساؤلات كثيرة. هناك أيضا أمر ملفت فيما حدث اليوم نبيل، هو التغريدات على تويتر التي تفصح بشكل أو بآخر عن بعض المواقف السياسية. جون لوك ميلانشون وهو زعيم اليسار الراديكالي نشر في الحال يعني بعد الحادث، حدث إطلاق النار في الدائرة العاشرة بباريس، تغريدة وصف فيها هذا العمل بالإرهابي وطالب بمحاسبة القاتل، وقال بأنه ينتمي لليمين المتطرف، في حين أن التحقيقات جارية ولا يوجد أي تأكيد
لأي معلومة يعني تشير إلى هذا الأمر. زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان بدورها نشرت تغريدة ويعني عزت ضحايا العائلات وأشادت بدور الشرطة التي أسرعت إلى موقع الحادث يعني لتأمينه ولبدء عملية التحقيقات. هناك بعض التساؤلات أنه لماذا أطلق سراح هذا الرجل. الحقيقة بأنه هو كان ينتظر موعد للمحاكمة بحسب الادعاء الفرنسي والمعلومات الأولية تم إطلاق سراحه لأنه في انتظار ذلك هو حاليا تحت إشراف قضائي، أي أنه لا يوجد بند أو قانون يمنعه من الخروج في يعني في انتظار ريثما تتم محاكمته بشكل رسمي. وطبعا حاليا عطل وأعياد الميلاد ستبدأ ابتداء من يوم غد، وبالتالي يعني هناك كما تعرف بيروقراطية معينة. وهو استغل يعني يبدو هذا الفراغ وقام بإطلاق النار هناك وتم إلقاء القبض عليه في محل حلاقة، وبالتالي الموقع تحديدا أمام مركز ثقافي كردستاني.